من أكثر الاختيارات الموفقة في حياتك اختيارك لمنافسات نافعة، منافسات تفيدك وترقيك سواء سبقت فيها أو ما سبقتش. وكم من الأعمار ضاعت وأموال أزهقت ونفسيات أرهقت في سبيل منافسات تعيسة لا تنتفع بيها سواء سبقت أو خسرت. والواقع بيورلنا أن المنافسة الخاسرة لو كانت على الحطام الفاني، والمنافسة المرقية لو كانت على المعاني. أضرب لك مثال: جاري جاب عربية أجدد من عربيتي، زميلك في الجامعة جاب جزمة أغلى، صاحبتك جابت شنطة البراند بتاعها أعلى. لو جرك الشيطان لهذه المنافسة، دي منافسة تعيسة لن تنتهي. الغالي دايما فيه الأغلى منه، والمشهور بلبسه هيجي اللي أشيك منه. لكن نافس على المعنى، نافس على الجد والاجتهاد اللي خلى جارك يحصل له طفرات مالية ويغير عربيته، فتبقى أنت بتنافسه على اجتهاده مش على عربيته. نافس على الكرم والجدعنة اللي بتخلي الناس تحترمك وتقدرك، مش تنبهر بنوع الجزمة وماركة الشنطة. الانبهار بالجزمة والشنطة ده سطحي، والانبهار بشخصيتك ده شيء عميق هينفعك ويرقيك. ده مش معناه النهي عن التجمل، لكن النهي هنا عن المنافسة عن المقتنيات. ودي المنافسة اللي خاف منها النبي صلى الله عليه وسلم يوم قال: ما الفقر أخشى عليكم، ولكنني أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. لكن المنافسة على المعاني، الجد والاجتهاد والحب والكرم، هذه المنافسة ربنا أشار ليها بالثناء عليها في القرآن. قال: إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نضرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لما تنافس معاك مين فينا أكرم ومين فينا أطيب ومين فينا أرحم، ده اللي هيرقينا في الدنيا في قلوب الخلق وفي الآخرة عند رب العالمين. يا سيدي لو ربنا موسع عليك، هات الجزمة الغالية واشتري الشنطة الشيك البراند وغير عربيتك تجملا وليس منافسة، فإن الله جميل يحب الجمال. لكن لو هتتنافس، نافس على اللي رأي قلبك، فالقلب موضع نظر الرب. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فاللهم اشغلنا بما أمرتنا به، واستخدمنا يا رب فيما يرضيك عنا، وافني أعمارنا فيما يثقل موازيننا يوم القيامة.